السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كلها لايكاتكم حبايب قلبي، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضل وليس امرا انزل في التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى. صورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف يا مواليد برد الميزان، شايف برضو هنا في شيء جميل ان شاء الله قادم ليكم. شايف هذا الشيء جميل بقدرة الله تعالى قادم ليكم بمشيئة الله، وشايف ليكم تعويضات إلهية قادمة. شايف عندكم تعويضات قادمة ليكم. شايف برضو خير واسع وافراح ونعم، لانكم انتوا عانيتوا كثيرا من تعب او من ضغوطات، لان انا شايف طاقه او غيمه كانت محاوطه عليكم او محاوطاكم. كنتم تعبانين وبتعانوا من قله الرزق او بتعانوا من التعب او بتعانوا من مرض. شايف عندكم شيء هذا جميل قادم ليكم باذن الله تعالى. هناك اخبار جميله ستلقاها وتبدأ تتبشر بها الآن بإذن الله تعالى. استقبل، سيكون عندك فرحة أو خطوبة أو مناسبة في أرض بيتك أو في أهلك، عند أهلك، لأن شايف ملمومين جميعا الأهل. هذا مناسبة إن شاء الله، تكون زواج أو خطوبة أو بشرى بمولود إن شاء الله. شايف برضو عندك بركة إن شاء الله في الرزق. شايف ان انت مقدم على عمل او مستني ربح او مستني مال ديلك، لان انا شايف بركة في الرزق ديالك وترقية تخص عملك، لان شايفك مقدم على عمل او منتظر ربح او منتظر ايراد شغل او منتظر حدا من العمل، لان شايف في رزق ديلك من وراء العمل. شايف هنا عندك شيء مفقود بقاله فترة، أو انسرق منك أو راح منك أو أحد ضحك عليك وخذه منك. إن شايفك حدا مفقودة منك إن شاء الله راح تلاقيها. هنا خبر، في خبر أو قرار أخذته، أو لأن شايفك أنت هنا بتأخذه يخص عملك، قرار أخذته يخص عملك وهتأكد إن قرارك صح. شايف ان شخص انت بتحبه بيزداد غلاوة عندك، تدوم محبتكم ان شاء الله. في مواجهة هنا ما بينك وما بين شخص، هذا الشخص راح تواجهه، هذا الشخص يريد لك اذى، يريد اذى ليكم، لكن ربنا معاكم وينصركم عليه. هذا الشخص في قمة الخباثة، هذا الشخص يريد يأذيكم، هو عمل لكم عراقيل او عمل لكم تعب او وقعكم في مشاكل، مع انكم انتوا كنتوا بتحاولوا تساعدوه، لكن هو اللي خرج ووقعكم في هذا المشاكل او في هذا الاشي. انا شايف في مواجهة ما بينكم. لأن هنا أراك أنت ندمان على كلام حكته له أو على فضفضة حكيتها معاه أو أعطيته سرك، لأن أنا شايف عليك ندم، إنك ندمان على السر اللي أعطيته إياه وما كانش فيه الثقة. وبلاش تتكلم أو بلاش تظهر اللي في قلبك وأسرارك وتكون على لسانك لأشخاص ليست يكونوا من أهل الثقة. في مفاجأة حلوة غير متوقعة، ممكن نقول هدية قيمة قريبة منك، من شخص غالي عليك، مش من بردك، مش من بردك. عندك برضو هنا استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل أو الرزق، راح تستلمها قريب. استلام هاي الورقة أو وثيقة، راح تستلمها إن شاء الله. عندك هنا برضو شايف حصل شايف عندك زعل أو ضغط عليك، حصل سوء تفاهم ما بينك وما بين الحبيب أو ما بينك وما بين الشريك، حصل ما بينكم انفصال أو حصل مشاكل أو حصل نفور ما بينكم. عندك مس عاشق هو الذي سبب لكم، ما كنتوا في مشاكل بدون أسباب أو على أتفه الكلام بيحصل مشاكل مبعدكم عن بعض، حصل نفور ما بينكم، هاي مس شيطاني هو التي مسبب لكم هاي الضغوطات، أو حابب تكون، حابك تكون منعزل عن الناس،
حابك تكون وحدك، قاعد مع نفسك، ما بتحب تحكي مع حد او ما تتكلم، ما تحب تخرج، ما تحب اي شيء، حابب تكون منعزل وعليك كمية ضغوطات وتفكيرات كثيرة من هاي المس العاشر. شايف عندك برضو هنا امور خير ليك ان شاء الله. شايف برضو هنا في خبر حلو، خبر حلو خلال ايام قليلة او ايام قليلة راح تفرح بإذن الله تعالى. راح يأتيك هاي الخبر بسبب مكالمة أو بسبب أحد أنت منتظره. عندك لديك برضو هنا بشرى وفرحة إن شاء الله. في شخص هنا حصل ما بينك وما بينه معاناة أو حصل مشاكل، شخص ده ندمان على عليك، بس العيون مش سايباك في حالك، لأنك محسود من أقرب الناس ليك. احذر من الحسد، الحسد دمر أشياء كثيرة أو دمر بيوت أو دمر حاجات كثيرة. احذر من الحسد، احذر من الحسد، الحسد بيتعب كثير، بيحصل مشاكل، بيحصل نفور أو بيفرق كل شيء الحسد. شايف هنا برضو أنت منتظر فرحة مقادمة ليك، منتظرها، شايف أن أنت طال انتظارها، أنت انتظرت كثير أو طال انتظارها. رح تأتي قريبا هي الفرحة، الفرحة على عتبة قدام بابك. كلما ضاقت عليك فرضت لك بإذن الله تعالى، كلما ضاقت عليك رح تفرض قريبا بقدرة الله تعالى. شايف باب الحزن خلاص رح ينتهي ويخرج من بيتك قريبا كل الشر أو كل التعب أو كل المشاكل والضغوطات بقدرة الله تعالى، راح تخرج من منزلك إن شاء الله. وشايف هنا أنت هنا شايف عندك طاقة المال إن شاء الله تكون قوية. شايف هنا برضو مبلغ مالي ممتاز أنت كنت محتاجه، هيتدبر وهتلاقيه ديلك من حيث لا تحتسب. ممكن تكون مكافأة أو سلف أو ديان، إن أنا شايف المال ردع لك. ممكن تكون سلف أو أعطيتهم الحد أو ديان أعطيته وراح يرد ليك. في حدا حلوة قوي هتحصل معاك قريبة، كنت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخرجك من الزعل كله وهتنسى وتنسيك الدنيا وهتفرح وهتضحك ليك مرة ثانية. أرى برضو شخص بيحبك قوي لكنه بعيد عنك، هذا الشخص بعيد عنك ومش عارف يقرب منك. في حياة جديدة قريبة منك، يعني ممكن نقول أولها كان صعب أو كان تعب أو كان ضغوطات، لكن فيها خير كبير ليك. ردد يا سميع، ردد يا سميع، ردد يا سميع، وانتظر البشرى، ولكم مني كل الطاقات الإيجابية. عندك قلق وشايف عندك خوف كبير، عندك حد ظلمك، في حد ظلمك، لأن أنا شايف في رجوع حق من بعد ظلم. شوف أنت هنا في حد ظلمك أو ألقى عليك ظلم، لأن أنا شايف رجوع حق أو حقك هتاخده بإذن الله تعالى، لأن شاف الشخص ده ظلمك أو افترى عليك. أنت صبرت كثير وتحملت كثير، فأبشر قريبا جدا سيزول النحس عنك ويلمع ندمك وكوكبك ويبدأ في الفرحة، لأن شايف سيكشف لك الله نوايا من حولك وسيكون سقوطهم عظيم أمام عينك. سيكون سقوطهم وتأخذ حقك بإذن الله تعالى. أنت هنا شايفك برضو أنت هنا ليه قلقان ومستسلم للحزن، أنت مش عارف إن ربنا شايف وعالم بكل حياتك، كل مرة بكيت فيها وقلبك وجعك، كل مرة خفت، كل مرة ما عرفتش تنام، كل مرة وقعت وقمت، كل مرة اتكسرت، كل ده متسدل عند ربك. ربك طيب، ربك اسمه اللطيف، اسمه الرحيم، تفتكره هتفضل كده؟ والله مستحيل. الوداع اللي شايله كلما ضاقت راح تفرد، الوداع اللي شايله في قلبك ومحدش عارف عنه حاجة غير ربنا، مش هيفضل كده أصلا. إن شاء الله كله راح ينزل بإذن الله تعالى. شمس وقمر، ليل ونهار، ألم وراحة، عسر ويسر. طب ربك شاهد على كل اللي مريت بيه، هيسيبك كده؟ مستحيل. ف
فرحتك هتردع واحلى من ما تتخيل. بس اطمئن وثق في ربك، مش هتردع هذا التعب، مش هتردع تاني التعب، في فرحة ان شاء الله، في فرحة ملهاش وصف. كل الوجع ده هيروح والعوض هيكون ان شاء الله قادم ليك باذن الله تعالى. بس اطمئن وما تحزنش، ربك شايف وعالم. بس الصبر، بس الصبر، الصبر بالله عليك الفرحة راجعة باذن الله تعالى. اكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى واذكار الصباح واذكار المساء، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترضون لله وقرا. واكثر من قراءة سورة الواقعة، فيها فتح الرزق، فيها جلب الرزق، فيها الرزق كله سورة الواقعة، لأنك كثير عانيت من الرزق. أكثر من قراءة سورة الواقعة. ممكن أنت بتعاني من السحر، من المس، من التعطيل، من تابعة، من القرين. تحت الفيديو كلمة المزيد، دوس عليها هتلاقي سايب لكم لينكات العلاج، والرقم قدامكم موجود، اللي حابب يتواصل معنا في العلاج يتواصل مع المديرة واتس، وإن شاء الله راح يتواصل معايا بإذن الله تعالى. وداخل القناة استرداع الزوجة ورد المطلقة وجلب الحبيب كلها منزلها لكم من قبل الطرق. لايكاتكم حبايب قلبي، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وفضلا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. والسلام عليكم.